مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم، تحياتي لكم جميعا. برنامج الحياه والواقع صلاح السكري. في البدايه نرحب بالساده المشاهدين الكرام في هذا اللقاء المتجدد، دائما اثنين وخميس باذن الله تعالى في نفس التوقيت. لقاء اليوم البدايه من محافظه اسكندريه. محافظه الاسكندريه العجمي بالتحديد، شارع المينا، ارض البطاس. طبعا الموضوع النهارده هنتحدث فيه على موضوع الاراضي والاستحواذ على ملك الغير المنتشر بكثافه في جميع انحاء الجمهوريه. ولكن النهارده هنتكلم من اسكندريه بالتحديد، ارض شارع المينا، ارض البطاس في العجمي. معانا النهارده موضوع الاستاذ ناجح عبد السلام. الاستاذ ناجح عبد السلام طبعا هو شاري قطعه ارض من الاستاذ جرجس عطيه سعد، اشترى منه قطعه الارض، وبعد ما اشتراها اتفاجئ ان في بتاع لافته موجوده على قطعه الارض انها ملكيه خاصه لاحدى الاشخاص. ظهروا فجاه ازاي وامتى وفين؟ هنعرف التفاصيل من الاستاذ ناجح عبد السلام. طبعا استاذ ناجح عبد السلام يعني هنحاول نجيبه على الهواء على سبيل ان هو كان المفروض يكون موجود معانا النهارده، ولكن لظروف خاصه مش موجود معانا النهارده. هنعرض قدامكم صوره البانر اللي موجود على قطعه الارض اللي هي ملكيه خاصه للاستاذ ناجح، وهنعرض ايضا زي ما انتم شايفين كده البانر موجود قدامكم، ده لحد مجهول او بالمعنى الصح مش عارفين هو مين اصلا اللي حاطط البانر بهذا الوضع. ولما بيروح الراجل يستلم قطعه الارض بتاعته او يروح الارض بتاعته يتفاجئ ببعض الاشخاص يطلعوا له يقولوا لا انت مالكش حاجه هنا. ناخد معانا مكالمه هاتفيه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ ناجح، اهلا بيك. ازيك يا فندم، تحت امرك. حضرتك معانا على الهواء مباشره الاستاذ ناجح. احنا عايزين نعرف الموضوع ايه بالتفاصيل، يعني انت النهارده قطعه الارض دي فين بالظبط؟ في اسكندريه العجمي، شارع المينا، ارض البطاس بالتحديد، مظبوط كده؟ تمام. قطعه الارض دي انت حضرتك ملكيتك فيها كم ايراد او كم فدان او كم متر؟ 6000 متر. 6000 متر. ما شاء الله، تمام. طب حضرتك يا استاذ ناجح انت شاريها من مين؟ شاريها من حد اسمه جرجس عطيه، جرجس ميخائيل عطيه. تمام. تمام، حضرتك شاريها من الاستاذ جرجس، تمام. أيوة. حضرتك شاري منه الارض دي بقالك قد ايه يا استاذ ناجح؟ سنه ونص. بقالك سنه ونص. تمام. حضرتك المشكله بقى ايه اللي موجود حاليا؟ المشكله العضو بتاع الدايره مش عارفين نخش الارض مني. يعني عملنا مشكله مع كذا مشكله، اعملها معاهم مش عاوز يدخل حد الارض. ليه؟ ما هو حاطط يافطه، حضرتك شايف البرن عندك مش موجوده اصلا، وما حاطط بشويه بطاريه، كل يوم كل فتره اروح اعمل معاهم مشكله. يعني انت كل ما تروح مثلا تاخد مكانك او تخش تاخد الارض بتاعتك يحصل معاك مشكله يحصل مشكله. طبعا هو طبعا ما بيظهرش، هو بيبعت دول وانا بعمل معاهم مشكله واسيبهم ما يمشوا، يحطوا نفس اليافطه. البانر اللي عندك ده يعني انت بعد ما بيتحط البانر انت بتروح تعمل مشكله، البانر بيتشال وبتشيل البانر وترجع تاني تخش اليافطه اللي هي البانر بتاعه ده، ما انا امشي احط. طب وانت حضرتك يعني انت بحكم ان انت مش من البلد، ولا انت مش قاعد في المكان، ولا لا لا انا مش من البلد طبعا، انا من بني سويف. انت حضرتك اصلا من بني سويف، ولكن انت شاري الارض دي في الاسكندريه العالميه. ايوه. تمام. انت طبعا بتنزل من بعد ما تشوف ارضك وتطمن على مالك، فبتنزل تروح بني سويف ترجع تلاقي البانر راجع نفس القصه التاني. نفس القصه. الموضوع ده مكرر معاك من امتى يا استاذ؟ كتير يا باشا، من سنه ونص، وحبينا نقابله ما رضيش يقابلني اكتر من مره، اقول له انت هقعد معاك عشان اعرف ان انت بتتعدى الارض، ليش ما بيرضاش؟ ما بيرضاش يعني. اذا انت خارج. انت كده بتعتبر بتعامل حد وهو مش موجود على ارض الواقع. ايوه طبعا، وكل المشتري ما يروح يشتريه يمشوه. تمام. يعني الارض دي بتاعتنا ما معاش اي حاجه تثبت اصلا، مش ارض ولا يعني هو ليه. يعني اذا حضرتك ما فيش اي اوراق او اي سند ملكيه موجود معاه تثبت ان هو ليه في المكان؟ لا 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 طبعا اطلاقا. ما فيش حاجه بالكلام ده كليه، هو مش ان هو العضو والدايره والكلام ده، وانت عارف يعني انت حضرتك هي المشكله كلها ان انت طبعا واخد قطعه الارض، وهو المشكله ان بيتم وضع بانر على قطعه الارض اللي انا بعته المكان اللي انا بعته لحضرتك ده هو اللي بيحط. تمام، بنشكرك. مش مذكور اصلا، مش موجود. بنشكرك الاستاذ ناجح، ولنا لقاء مع حضرتك على الهواء مباشره. شكرا يا استاذ ناجح. طبعا الموضوع ده منتشر بكثافه في جميع انحاء الجمهوريه. بعض الاشخاص يكون مثلا حاطط عينه على قطعه ارض
او في خلاف شخصي او هو كان عايز يشتري المكان او اي شيء ما، ويجي حد اخر يشتري قطعة ارض ويبدا في مشاكل، يبدا في نزاع، يبدا في صراع. ده طبعا بيكون كاكاه العبء على الدوله، كاكاه العبء على المواطن نفسه اللي هو الشاري، سواء انه كان عايز يعمل مشروع او يعمل مصلحه شخصيه او مصلحه عامه او واخدها كتجاره. فبتلك الاحوال بيكون طبعا دي مشكله. في البدايه كان اللقاء اليوم من محافظه الاسكندريه العجمي، شارع المينا، ارض البطاس، ارض الاستاذ ناجح عبد السلام من محافظه بني سويف، وشاري قطعه الارض 6000 متر كما قال من الأستاذ جرجس عطية. مشاهدينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل مع ضيف آخر.
مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد ومن جديد سنعود نحكي ونتحاكى نتكلم باستفاضه. بعد في الجزء الاول اتكلمنا عن اسكندريه وعن مشكله الاراضي، الان في الجزء الثاني من اللقاء هنتكلم عن النماذج المشرفه، هنتكلم عن بعض النماذج الفعاله، هنتكلم عن التجاره بشكل عام، هنتكلم عن الحاج اشرف العش صاحب محلات العش للادوات المنزليه والميك اب. اهلا وسهلا بيك يا حاج اشرف. اهلا بيك يا فندم، ولسانك طيب، وسعيد باللقاء مع حضرتك. نورتنا ونورت شاشه البرنامج قناه الصحه والجمال. اهلا بيك حبيبي، الله يخليك. ايضا معنا ومعكم الشاب المهذب الجميل المهندس احمد اشرف العش، مهندس معماري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا ونورك، الله يخليك يا رب. الله يكرمك. في البدايه في بطاقه تعارف كده، عايزين بطاقه تعارف كده سريعا من الحاج اشرف العش. حضرتك، انا اشرف العش، صاحب ومدير محل العش للادوات المنزليه بمحافظه الفيوم مركز ابشواي شارع المنشيه. نعم. في البدايه قبل فتح محلات ومول العش للادوات المنزليه والميك اب وادوات التجميل، حضرتك احنا عايزين نبذه مختصره عن الحاج اشرف العش. حضرتك، انا من مواليد المنشيه، مواليد ابشواي. نعم. عندي 54 سنه، عندي 6 اولاد اكبرهم الباشمهندس احمد، وعندي محمد ابني محامي. نعم. والبنت تانيه في كليه التربيه الرياضيه، وبقيه الاطفال الباقيين في مراحل التعليم. بعشق التجاره، بحب التجاره، واحب ان انا ايه يعني ما اتكلش على الحكومه ووظيفه الحكومه. حضرتك انا خريج سنه 91. خريج ايه يا فندم؟ انا حضرتك كنت في كليه الفنون الجميله قسم تصوير. خريج فنون جميله. لحد سنه تانيه وسبتها. سبتها علشان ظروف مادية. ما قدرتش اكمل، وانا كنت بحب اعتمد على نفسي. نعم. يعني حتى وانا في الكلية كنت شغال استورجي عشان اكمل دراستي. نعم. يعني لقيت العملية مش متحملة معايا، فرجعت خلصت الخدمة العسكرية وبدأت اشتغل في العمل الحر. نعم. فتحت اول مشروع فتحته كان محل اجهزة كهربائية ودش. كان في منطقة اسمها بوجنشو، على كوبري بوجنشو في بشوية. نعم. فلما لقيت الدش بقى بدا ينتشر كده وبتاعه، وبدا يكتر الكثافه. ما بقاش جاب الجدوى. ما بقاش يجيب الجدوى بتاعه تجاريا، فالتاجر الناصح ان هو لا تضع البيض في سله واحده. نعم. فابتديت ان انا اشوف ايه المشروع الرائج الكويس ان انا افهم فيه. يعني انصح اي حد ما يعملش اي مشروع الا اذا كان فاهم فيه. ما بتفهمش في المشروع، الموضوع مش موضوع بيع وشراء. لازم ان حضرتك تبقى فاهم انت بتبيع ايه وبتنتج وبتشتري ايه. تمام. والشراء اهم من البيع، لان ان اشتريت كويس، اشتريت حاجه نظيفه هتعرف تبيع. نعم. حاجه نظيفه، اشتريت حاجه رديئه هترقد معاك، مشروعك فشل. نعم. فاهم حاجه في التجاره ان يكون عندك ايه؟ الثقه. نعم. يعني احنا بنمتاز في محلاتنا ان احنا طبعا في البدايه، يعني برضه عشان نوجه رساله للساده المشاهدين، هم طبعا انت الجميع يعلم ان البرنامج اجتماعي سياسي اقتصادي، احنا طبعا بنتكلم على بعض القضايا وبنتكلم على بعض النماذج المشرفه، بنتكلم على قصه كفاح، خاصه ان في ظل الوقت اللي احنا موجودين فيه حاليا او الوقت الراهن حضرتك وما يمر به البلاد، فطبعا بنجيب معانا نماذج مشرفه. الحاج اشرف يعني اتكلم في قصه كفاح، قصه كفاح يعني يحتذي بها ان نحكيها للاجيال وللشباب، يعني كنموذج مشرف. بدا الحاج اشرف ازاي، وحاليا الحاج اشرف بسم الله ما شاء الله ايه، وده طبعا اللي هنعرفه على مدار باقي اللقاء. حضرتك طبعا انا فتحت محل. فانا مرخص. نعم. يعني عندي المحل مرخص ترخيص قديم. فسمعت ان هم في مشروع قانون بان في رخصه للمحلات الجديده ان لازم كل الناس تتوجه في خلال سنه للناس اللي مش مرخصه. لا هو حضرتك بس يعني احنا ايه، عشان بس يعني ايه ما تاخدناش كده ايه، ما تاخدناش في دوكه. لا احنا حضرتك احنا عايزين يعني ايه نعرف برضه ونوضح، احنا لسه هنتكلم في موضوع الترخيص وهنتكلم في الحاجه. ماشي. حضرتك النهارده بالنسبه للمكان اللي هو مول العش ومحلات العش، حضرتك هي المحلات دي فيها ايه بالظبط؟ او ايه هي التجاره اللي انت حضرتك بتستخدمها في المكان؟ انا بتاجر في الادوات المنزليه. جميع الادوات المنزليه. جميع الادوات المنزليه. وفي ميزه عندي في بشواي. نعم. ان انا دخلت المنتجات الترند. زي يعني اي حاجه غريبه تنزل في السوق. على سوشيال ميديا، على قنوات الصين، على اي قناه بتنزل منتج غريب او جديد في السوق،
انا جبته بشوايه. رائع. يعني كان الزبون عشان يروح ودي بمثابه نجاح يعني في البدايه ان انت تجيب الحاجه يعني اللي مش موجوده حتى وبتلبي طلباته او المستهلك. حضرتك انا الزبون بيجي عندي يعني كان دايما يقول لك العش بيجيب التايهه. يعني التايهه يعني ايه عندنا في البلد بالارياف التايهه دي يعني الحاجه اللي انت ما تعرفش تجيبها انا اجيبها لك. نعم. يعني مثلا حد يدعي منه عاوز قطعه غيار في حاجه الزر بتاع الحله يعني عندك غطاء بتاع حله مثلا باظ اتخلق اجيب لك الزر. حاجه مش موجوده بتعرف تجيبها تستوردها من بره وبتستوردها بتصرف انا مش بستورد بس انا بتصرف لان انا تاجر قديم انا عندي بقالي 20 يعني عارف 20 سنه عارف المصانع بتعامل مع التجار 20 سنه بتعامل مع كل التجار وكل المستوردين بحب وادب واخلاق بان التاجر انا لو تاجر وحش محدش هيتعامل معايا او هيتواصل معايا ويجيب لي يعني مثلا انا ممكن اي ترند تشوفه على اي قناه يقول لك العش هيجيبه بديل بامبرز اجيبه مثلا مقاوير مع دباسه كباسين اي حاجه غريبه اي ست تشوفها تقول لك من غير ما تسال تقول لي عند العش العش. يعني اذا اي حد عايز اي حاجه بالنسبه للساده المشاهدين يخش على العش. طبعا احنا العش النهارده احنا هندبسه كام اكتر من يعني بالبلدي كده هنسنطره على الهواء مباشره. طبعا في عروض وفي مفاجات النهارده. لقاء النهارده لقاء كله مفاجات مع مول العش. طبعا انتظرونا. طبعا في مفاجات كتير جدا على مدار اللقاء ان شاء الله. طيب باذن الله. في البدايه الحاج اشرف العش حضرتك احنا عايزين نعرف موضوع الرخصة والصورة اللي هنعرضها لحضرتك على الشاشة. طبعا جهزنا الصورة مع وزير ومع محافظ الفيوم ومع رئيس مدينة ومع بعض المسؤولين. الصورة اللي موجودة حضرتك قدامك على الشاشة دي كانت امتى وفين ومين اللي موجودين معك في الصورة؟ طبعا احنا عارفين بس احنا عايزين حضرتك تقول لنا. حضرتك انا قدمت على التراخيص اللي هو تراخيص المحلات الجديده. تمام. بناء على القانون الجديد لما سمعت انا بحب اشتغل في النهار. طبعا صوره وزير التنميه المحليه ده اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه. تمام. وجنبيه الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور الدكتور مراد مسعود الدكتور مراد مسعود رئيس مجلس مدينه ابشواي راجل محترم جدا على فكره. وكمان انا نائب المحافظ محمد عماد. تمام. محمد عماد نائب المحافظ. تمام. وحضرتك انا موجود معاهم اليوم ده. جم فتحوا المركز التكنولوجي بابشواي وسلموني الرخصه. تمام. ساعتها يعني على في الاستقبال يعني اتصلوا عليا قالوا لي في اشرف تعالى عشان في انت خدت الرخصه. طب حضرتك وتحت من اوائل الناس اللي هم قدموا على ممكن الرخصه. طبعا يعني انت اتفاجئت حد قال لك تعالى استلم رخصه. حضرتك انت كنت مقدم على رخصه. لا يعني انا مقدم وهستلم. بقى خلصت كل الاجراءات. ومستني ان انا استلم. تمام. فانا قلت طبعا يعني المحافظ او اي حد يجي يسلمني هروح استلم الرخصه عادي. يعني هكتب طلب يا جماعه عاوز الرخصه خلصت خلاص. ففوجئت ان هم الاستاذ احمد فؤاد مدير مركز التراخيص بابشواي ده راجل محترم جدا. والراجل ده بصراحه كنت بتصل عليه الساعه 2 بالليل يا استاذ عاوز اجيب ورقه كذا طب اعمل كذا طب حد عطلني يقول لي اعمل كذا. بصراحه الراجل ده خرافه. راجل بمعنى الكلمه الاستاذ احمد فؤاد مدير مكتب التراخيص بابشواي والعاملين كلهم من بدايه الفراش بتاع المركز التكنولوجي. طبعا الاستاذ احمد خليفه رئيس المركز التكنولوجي ده حبيبي وعلى راسي وراجل محترم يعني برضه. الناس دي قدمتني كل التسهيل. حاج اشرف الناس بعض الناس بتتخوف من موضوع التراخيص يقول لك تراخيص سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وتامينات وضرايب وبيدخلونا يعني بيقول لك ان بعض الناس اللي هم التجار او اصحاب الحرف بيقلقوا من موضوع التراخيص. يعني انت النهارده انت بتشكر في الترخيص يعني حضرتك حضرتك نوجه الرساله ان احنا بنشكر عشان خاطر كذا. يا دكتور صلاح صلي على النبي عندي مبدا واحد بس الصح ارخص من الغلط. بمعنى النهارده القانون بيقول اي حد هيزود نشاط بدون ترخيص الغرامه 20,000 جنيه دي. تمام. اول بند. نعم. يعني مفيش حد ادنى لا ادنى حاجه 20,000. جميل. ازاي انا راجل فتح مشروع وبعمل ديكور وبعمل مش عارفه ايه واصرف واعمل ده في ناس لما بتعمل افتتاح بتجيب كراسي وبيبسي ونور واضاءه ب 20,000 ومش مرخص. طب ليه بقى اجي تاني يوم حد يجي يخش عليا يقول لي فين الرخصه هقول له مش معيش اصل انا مش عارفه ايه. حضرتك الرخصه الناس اللي متخوفه منها الرخصه الجديده دي اولا بتطلع بقوه القانون في خلال 3 شهور.
بمعنى الاول كنت ممكن تقدم على رخصه تقعد سنه واثنين وثلاثه. ليه؟ ما انتش عارف تجيب ورق. ده بالفعل اللي بيتم. حضرتك الرخصه دي عشان تاخدها بتاخد 85 موافقه من جهات. الجهات دي بتدي الموافقات بتاعتها يعني حضرتك اوتوماتيك. اذا حضرتك انا اقعد الف وامر على 85 موظف في الدوله علشان خاطر اجيب رخصه؟ ده في الاول. هنا اسمه مركز تكنولوجي. بمعنى مركز تكنولوجي حضرتك بتقدم اول حاجه بطاقه ضريبيه، بطاقتك الشخصيه، جميل، السجل التجاري، وما يثبت انك انت معاك عقد ايجار، جميل، بتاع المكان. هو اوتوماتيك ما بياخد الورق ده في البدايه قبل ما يطلع اي رخصه، بيديك انك انت قدمت طلب. ده بتقعد بيه 3 شهور او ست حسب ما تاخروا بقى. ده بديل للرخصه. بمعنى ان انا اللي عدى عليا رخصه جاري في الاجراءات. تمام. فالورقه دي بتقعد معايا فتره لما يخلص الاجراءات. حضرتك في ناس كانت متخوفه ان في موافقات امنيه، ان انا بروح بقى مديريه الامن موجوده فعلا. تمام. بس في بعض حاجات معينه، يعني مثلا واحد هيطلع هيعمل نادي كلوب، هيعمل مثلا حاجه خاصه بالامن، حاجه من حق الامن يتدخل. وانا النهارده لما اوصل النهارده هتروح تعمل مشروع يعمل مضايقات للناس والجيران بدون موافقات امنيه؟ لا طبعا، ده قانون طبعا، عشان ما حدش بعد كده يطلع رخصه. لا القانون. وحضرتك النهارده مثلا يكون واحد يعمل مشروع والمشروع ده يكون فيه مثلا ازعاج او فيه مثلا مشكله امنيه وما نلجاش مثلا للجهات. ولكن هنا السؤال اللي حضرتك ما جاوبتش عليه، حضرتك بتقول ان النهارده اللي عايز يعمل ترخيص ممكن مثلا يوصل ل 85 او 85 جهه. لا حضرتك انت بتكتب الطلب. فحضرتك النهارده الترخيص تم في خلال قد ايه مع حضرتك، وحضرتك رحت لكام جهه؟ 3 شهور. انا قدمت 1/1/2023 وكنت من اول الناس اللي قدمت على الترخيص على مستوى الجمهوريه. نعم. حضرتك ما فيش مشوار رحته غير مشوار واحد بس، جميل، اللي هو الموافقه الامنيه. رحت لمديريه الامن. بص، قمه الادب والاخلاق، الناس هناك استقبلوني استقبال رائع. ليه؟ طبعا دخلوا على المنظومه كانت اوتوماتيك جديده، لكن الاسلوب الجديد. يعني اذا حضرتك انت عايز تقول ان منظومه الشباك الواحد منظوره جميله جدا. انت بتاخد ال 85 موافقه اوتوماتيك. ال 85 موافقه او ال 100 موافقه او اينما تكون الموافقات بتاخدها كلها دايركت. بص، انت واقف اقل من 5 ثواني. لا حضرتك، ولكن كان في ما قبل كان بياخد فتره جامده. كانت اجراءات الترخيص معقده. احنا فاهمينها، بس برضو لازم نوضحها. بنوضحها للساده المشاهدين. لا احنا برضو احنا برضو عشان ندي للقانون حقه، ان القانون ده سهل. لا ده في حاجه كمان. يعني سيبك من الرخصه. تمام. انا النهارده عشان اخد رخصه، ال 85 جهه اللي بتوافق لي على الرخصه دي بتديك صلاحيه للبيت اللي انت قاعد فيه. يعني لو انت بيتك فيه مخالف لقانون التصالح، او عندك مبنى هندسي عليه مشاكل. نعم. ما تاخدش رخصه. فاصبح ان الرخصه هنا رغم ان القانون بيسمح بان يعني الرخصه اذا ليها فوائد كتير. يعني اكتر من بص حضرتك من الاخر، اللي يجي يشوف الرخصه دي عندك ما يكلمكش في اي حاجه. امن صناعي. نعم. بيئه، سلامه وغذاء، صحه، مرور، عشان ما تحطش حاجه بره قدام الباب وتعك حاره المرور. نعم. لازم تاخد موافقه مرور. طفايه، الامن اللي انا عاوز بس اتكلم في حاجه. نعم. بص يعني انا اسف ان انا اتكلم في الحته دي. بص، الرخصه دي جميله وتحفه، بس بناشد السيد الوزير. تمام. هشام بامنه، اللي هو وزير الحكم المحلي او التنميه المحليه. تمام. يبص نظره بس لموضوع الدفاع المدني. هو حضرتك اكبر رسوم بتدفعها في الحمايه المدنيه. تمام. هو بالنسبه لكده يعني انت كده حضرتك حتى ناس اتكلمت فيها مع المحافظ. تمام. احنا طبعا بنشكرك. احنا طبعا كده في البدايه احنا اتكلمنا على موضوع البند الرخصه، ولكن احنا لنا اكتر من سؤال لسه عايزين حضرتك نسال ونسال فيه. تحت امرك. هناخد الباشمهندس احمد اشرف العش بعد بابني.
الكرام، عدنا من جديد ومن جديد سنعود معنا ومعكم الان المهندس الجميل المهذب المهندس احمد اشرف العش. اهلا اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. المهندس احمد اشرف العش، عايزين في البدايه بطاقه تعارف للساده المشاهدين. تمام. مهندس احمد اشرف العش، خريج هندسه قسم عماره سنه 2019، كنت متخرج بامتياز في دفعتي ما شاء الله، وكنت الاول في مشروع التخرج بتاعي، متكرم من وزير ال تربية التعليم من 2019. يعني كنت متكرم من وزير التعليم العالي. لا تمام، كان في وزير، كان هو رئيس جامعه، كان رئيس قسم الهندسه في جامعه القاهره. اهلا بيك. كان مكرمنا على المشروع وكده. المشروع بتاعك ايه؟ مشروع التخرج. جميل. بعد كده اشتغلت عادي في المهنه. اذا يعني نموذج مشرف. مهندس احمد كان اول على دفعته، بسم الله ما شاء الله، يعني حد متفوق جدا في الدراسه، كرمه السيد الوزير على مشروع التخرج. يعني اذا حد مختص، حد متفوق في مجاله. ازاي بقى حضرتك انتقلت من حد مجتهد جدا دراسيا بالتكريم باللي حضرتك بتتحدث عنه لانك تنتقل الى عمل في التجاره او العمل في التجاره؟ والله حضرتك يا دكتور، هي موضوع التعليم ما بيقلش خالص نهائي في التجاره. يعني بمعنى ان انا اصلا يعني ايه، يعني التعليم فعلا بيفرق في التجاره. يعني بيبقى سبب كافي جدا ان يعني انت حاجه تنجح او لا. التعليم خدم عليك في التجاره طبعاً. ان انت قدرت ان انت تقدر تشتغل اكتر. طبعا اكيد تفكيري هيكون مختلف. يعني ما كل الناس بتعرف تشتري وتبيع. ده موضوع سهل جدا، بس يعني احنا عندنا في المحلات عندنا عموما بتبقى اهم حاجه عندنا الثقه. يعني انا مش ببقى عايز ابيع للزبون وبس، بالعكس. يعني انا لو في مكان جنبي اصلا عامل عرض على حاجه معينه وانا مش عامل عليها او عندي هي غاليه، بقول لا ده في مكان الفلاني عامل عرض عليها، لا روح. جميل. يعني مش لازم تبقى عندنا عشان تكسب مصداقيه العميل. طبيعي. طيب المهندس احمد اشرف العش، حضرتك وانت بتتعامل مع المواطنين كان في اي مثلا صعوبه بتحس مثلا؟ لا هو انا مشكلة. يعني انا طبيعي ان انا لازم اركن تعليمي ده على جنب. يعني انا ما ينفعش ان انا اتعامل مع مواطن جاي يشتري مني حاجه، لا ده انا مهندس. يعني بس ما ينفعش بس ان مواطن يجي يقول لك يا استاذ او يقول لك انا يا لا احمد او عادي مثلا. لا كلهم مدرسه مش عادي وبس. يعني خلينا حد غريب مثلا. لا البنات كل الزبائن بيعرفين انه مهندس معماري، ومن دول انه مراته دكتوره برضه. يعني وليكن مثلا حد لا ده في كمان حاجه او كده، دي زوجته دكتوره وبتقف معاه ما شاء الله كمان. فهي الفكره ان انا ما ينفعش ان انا اتعامل مع الزبون من منطلق ان انا مهندس. اكيد. ما هو بقى يعني الكبرياء لله تعالى. بالظبط. هو التعليم ما يقلش مني شيء. بل يزيد. طبعا، بس انا بركنه على جنب. يعني انا تعاملي مع الزبون لازم اتعامل بدماغه هو. تمام. وبيبقى لازم يبقى فوق دماغي. في المكان. يعني بالعكس، لو اغلب زبائننا طبعا ما بيشوفوش مننا اي حاجه وحشه. بالعكس، يعني هي المعامله اصلا اللي بتفرق. انا ممكن اكون ببيع اغلى من غيري او ارخص من غيري، ده مش هيفرق خالص تمام في التعامل. لكن اللي بيفرق مع الزبون فعلا تعامله معايا، التعامل شخصيا. لان الموضوع فيه صداقه او تعامل باحترام مش اكتر، يعني فيه مصداقيه. يعني هو الزبون متاكد انا مش هضره. تمام. بس طيب بالنسبة للمهندس أحمد أشرف العش كنموذج مشرف، كحد متفوق، مهندس معماري، حضرتك احنا النهارده عايزين توجه رسالة خاصة للشباب. والله حضرتك يا دكتور، يعني أنا بشجع أي شاب يعني لو في إيده يبدأ في مشروع حتى لو بجنيه، فيبدأ يعمل في ده، وربنا أكيد هيوفقه. يعني ما ينتظرش بس إن هو يعني مثلا في ناس كتير بتتخرج تقول لك والله أنا مش لاقي وظيفة، أصل احنا متخرجين ملايين. طب الحكومة مش هتعيننا. معلش، ما أنت يعني اسعى. نعم. يعني انا كنت الحمد لله في مكان كويس جدا جدا جدا، وكان مرتبي كويس جدا، وانا سبته بسبب ان انا عايز اكمل في المجال ده. مش ما اتكلتش بقى على ان انا اول ما اتخرجت قلت لا، انا اتخرجت من الجيش، يعني انتهت خدمتي العسكريه يوم 1/12، يوم 7/12 انا كنت متعين بدون واسطه عشان الاول اي حاجه. والله عشان الاول على دفعته. والله بدون اي حاجه. سبق انا خدت عهد ما بيني ونفسي ان انا لازم، يعني انا قدامي 10 ايام. والحمد لله يعني ربنا وفقني وتعينت. نعم. وكنت في مكان كويس. فانا يعني انا اي شاب فعلا لو في ايه في دماغه فكره ولو بسيطه، لا يبدا يسعى عليها ويشتغل عليها، بس لازم يكون فاهم، وربنا ان شاء الله ان شاء الله هيوفقه. اكيد. يعني هي مساله سعي. طيب خلينا كده نسال الحاج اشرف العش. الحاج اشرف العش، بالنسبه للترخيص والاجراءات، هل كان في تسهيلات في السداد ام لا، او كان في صعوبه؟ يعني البعض مثلا بيخاف انها تكلفه ومصاريف وبتبقى عاليه جدا وهكذا، هل كان في تسهيلات؟
ام لا؟ انا شخصيا هل واجهك صعوبات ام لا؟ بص حضرتك انا اول واحد اطبق عليه القانون ده. تمام. اول واحد اطبق عليه اللائحه. اول واحد سلمه الوزير الرخصه. لا الناس كلها متخوفه من كل الناس بتخاف من الماديات. نعم. يعني ممكن تيجي عند حاجه تصرف اصرف اصرف، يجي عند حاجه كده ويقف منها. انا بقول ان الرخصه ما بتصرفش. انا هقول على الهوا اهو والناس كلها سامعاني والناس اللي هم عاطينه الرخصه الوزير والمحافظ. انا دافع 2550 جنيه رسوم التراخيص في مجلس في المركز التكنولوجي، يعني وقبليها 75 جنيه. يعني اذا كله 3000 3000 جنيه، يعني الرخصه ما بتكملش 3000 جنيه. بس يعني في حاجة، دي حاجه جميله جدا، بس حاجه في حاجة. ولكن البعض بيقول لك لا ده 27 30000 جنيه. لا 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 القانون بينص على ان الرخصه دي في ناس هتدفع 1000 وناس هتدفع 100000. اصل حضرتك الرخصه يعني دي بتطلع حسب المشروع. يعني انا النهارده مثلا هعمل انما كتسهيلات في السنه. لا لا مفيش متاحه. الو ايوه يعني بالفيزا. اذا الحاجات الجميله اللي بتتم من قبل الاستاذ احمد فؤاد اللي هو مدير المكتب التراخيص بقى بشوي، الراجل يعني كان مشكور عشان عارف ان انا يعني اول واحد معاهم، كانش في زحمه. يعني هو كمان انا بقول يا جماعه الناس اللي عايزه ترخص تروح ترخص. ليه؟ لان القانون هيتطبق. عطى مهله للناس اللي هي مش مرخصه سنه. السنه دي تبتدي من السنه دي من 1/1 يناير 23 هتنتهي 30/12 31/12 ده اللي احنا فيه السنه اللي احنا فيها. يعني 1/1/2024 القانون هيتطبق على مستوى الجمهوريه للناس، والناس اللي هي مرخصه، عشان في ناس فاهمه ان انا مرخص مش لا. القانون ده هيلغي كل التراخيص القديمه بس عطاها مهله سنتين. تمام. بان كله يتقدم للترخيص. تمام. طيب نرجع للمهندس احمد العش، المهندس الجميل، المهندس معماري. حضرتك النهارده المهندس احمد العش عايزين نعرف حضرتك الافضل الوظيفه ولا التجاره؟ والله التجاره. لان الوظيفه مش هيخليك تعرف تفتح بيت، بس ما تسيبش الوظيفه اكيد. على فكره باشمهندس احمد متجوز ومعاه حور، لكن معانا معاه بنوته حور امور عسل. فالوظيفه صعب ان هي تخليك تعرف، هي هخليك تفتح بيت وهتعيش بس مش زي باقي الناس. تمام. بس مش اكتر. لا اكيد التجاره، اكيد، لان التجاره كمان بتفتح لك مجالات تانية. يعني بيبقى يعني هو رزق ربنا بقى هنا في موضوع التجاره. تمام. مش معتمد على مبلغ معين جاي لك بزياده او غيره. يعني الوظيفه بالعكس صعبه خالص. طيب خصوصا الصادع في المواصلات. تمام. طيب سؤال اخير الحاج اشرف العش، حضرتك في النهايه طبعا سؤال التدبيس اللي احنا عايزينه بالنسبه للبرنامج الحوار بنعمل احنا اصلا. انا عارف انت عاوز تقول ايه. عايزين عروض او حاجه نقدر مثلا نقدمها للساده المشاهدين والمواطنين والمنتفعين بشكل عام، بس عايزين عروض حقيقيه على ارض الواقع، وبناء عليها تنزل الكاميرا تصور العروض في وقت البيع او الشراء او العمل. حضرتك انا بالنسبه لي ما بعملش عروض يوميا. نعم. انا عرض على طول. تمام. لان انا بنزل صفحتي عندي على الفيس الحاجه دي ب 65 جنيه بره، لا ب 45. احنا انت عاوز يوم يكون في محل حضرتك ومحل الباشمهندس احنا هنعمله الباشمهندس ان شاء الله باذن الله. هو عنده بيعمل عروض على طول. تمام. لان احنا عندنا بقى في مشكله في الارياف ان العروسه بتجيب الميك اب والمكياج ده. نعم. والعريس هو اللي بيتدبس. فالعريس طبعا بيدفع له 5-6000 جنيه او 10000 جنيه بره في الاول. تمام. احنا النهارده ممكن عروسه تيجي ب 1000 جنيه تظبط نفسها. تمام. طيب المهندس اعمل له عرض. عايزين ناخد يوم عرض بالنسبه لمحلات العش يعني. ونعلن عنه الان. يبقى عشان شكر للبرنامج لحضرتك طبعا، يبقى مخصوصا يبقى يوم الاثنين. بعد بكره؟ يعني يوم الاثنين، النهارده الاثنين. النهارده بكره، يعني الاثنين الجاي. ان شاء الله. اذا طبعا دي رساله للساده المشاهدين. واهل ابشوي والفيوم والمراكز كمان. ابشوي والفيوم وجميع المراكز ويوسف الصديق. عرض خاص من محلات العش. ونقدر نقول كمان ان هتبدا من اول 3 جنيه. الايه؟ العروض هتبدا من اول 3 جنيه. طبعا اي عرض عنده هيبدا من 3 جنيه، يعني طبعا ده تحطيم اسعار من محلات العش من لبرنامج الحياه والواقع والقناه الصحيه. وفي حاجه عايز اقولها. اتفضل. قبل ما تاخدي او تشتري اي حاجه من عندنا تاكدي من تاريخ الصلاحيه. يعني ومفيش حاجه اسمها شهر واثنين. لا احنا حاجتنا ل 26. اذا كل ل 2026 و25 لمده 3 شهور. طبعا كل اثنين لمده 3 شهور من برنامج الحياه والواقع. طبعا انا اللي قلت 3 شهور، ولكن هو اتدبس على الهواء مباشره من الباشمهندس احمد والحاج اشرف العش.
كل اثنين من كل اسبوع في مركز مدينه ابشواي. كل المراكز تيجي كل في مركز ابشواي محلات ومولات العش للادوات المنزليه والميك اب. بنشكر وحضرتك في حاجه احنا ما بنعملش عروض وهميه، زبائننا عارفين نظامنا وعلى فكره كمان الزباين سامعاني وعارفاني وشايفاني دلوقتي وبيقولوا وهم قاعدين دلوقتي بيقولوا صح كلامه صح. تمام. انا ساعات بشوف الزبون ما بعملوش زبون، نعم، بعامله صاحب المكان. بنشكرك نظرا لضيق الوقت. بنشكر حاج اشرف العش، نشكر المهندس الجميل احمد العش. لنا ولكم لقاء اخر الشهر القادم باذن الله تعالى، هنعرض فيه العروض اللي عملناها يوم الاثنين على جميع الساده المواطنين التوجه الى محلات ومولات العش، الحاج اشرف العش والمهندس احمد اشرف العش في مركز سنورس مركز ابشواي عفوا. شكرا لكم لحسن معرفتكم. شكرا لكم لحسن مع ضيف الاخر. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد ومن جديد سنعود معنا ومعكم الان الرئيس عصام الصوفي. اهلا وسهلا بيك صديقي العزيز وصديق البرنامج الرئيس عصام الصوفي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ صلاح. في البدايه وحشنا كتير، وطبعا الرئيس عصام الصوفي راعي الغلابه والفقراء والبسطاء. الرئيس عصام الصوفي طبعا النهارده جاي محضر لنا اكتر من موضوع هنتحدث فيه في عجاله. البداية عايزين نتكلم على مشكلة المواقف اللي موجودة في مركز ومدينة أبشواي. في الحقيقة طبعا احنا كأولياء أمور وكشعب من توزيع المواقف وعدم استقرار موقف
لمدينه ابشاوي. يعني ايه عدم استقرار موقف؟ مفيش موقف مستقر، يعني مفيش مثلا موقف ثابت في مكان ثابت، مفيش موقف كدا؟ ثابت في مكان ثابت لداخل البلد. ليه؟ كل المواقف موزعه، يعني الشوارع الجانبيه، في الشوارع، في الشوارع، مفيش مكان محدد، مفيش مكان ثابت للمواقف داخل مدينه ابشاوي. فاحنا بنناشد محافظه الفيوم، محافظه الفيوم نظره يعني لمدينه ابشاوي بخصوص المواقف. نتمنى طبعا ان يكون في موقف ثابت في مكان ثابت، طلبات الجامعات على سبيل ان يكون المواطن رافه بطلبه الجامعات والمدارس والمواطنين، عاوزين مواقف، والطلبه ابنائنا الطلاب طبعا يكون في موقف معروف، موقف يعني موقف ثابت لمدينه ابشاوي. مثلا غريب من المكان عن البلد عايز اركب مثلا اروح من مكان لمكان، اروح فين؟ اروح شوارع جانبيه ولا يبقى في مكان محدد؟ مفيش موقف ثابت خالص نهائيا، خالص مفيش موقف ثابت داخل مدينه ابشاوي. طبعا السنه اللي فاتت كان في موقف، صاحب الارض استلم الارض من اداره المواقف، ولكن دلوقتي اداره المواقف ما قدرتش توفر موقف ثابت داخل مدينه ابشاوي. يعني ده بيعاني منه ده بيعاني منه اهل ابشاوي. ده بسبب فشل ذريع يعني طبعا لما يكون بلد كبيرة زي محافظة زي مركز أبشاوي يعتبر أكبر مركز في محافظة الفيوم. الفيوم نعم. احنا بنعاني من عدم استقرار موقف ثابت لمدينة أبشاوي. تمام، نتمنى سرعة الاستجابة ان بوجود موقف ثابت في ايدهم، في ايدهم، في ايدهم، في ايد في ايد ادارة المواقف، خاصة يعني نعلم ان مركز أبشاوي والمراكز في ايدها يعني ادارة المواقف، ادارة المواقف في ايدها تاخد حتة ارض وتخليها موقف ثابت. تمام، في اراضي زراعيه ياخدوا ارض زراعيه ويعملوها موقف لمدينه ابشاوي، وفي اراضي ما هي برضو اراضي ملكيه خاصه طبعا للدوله، ممكن يتخصص منه قطعة ارض تتعمل موقف، يكون موقف ثابت. ده المفروض يعني من خلال برنامجك انا بناشد الساده النواب يعني شوفوا قصه الاداره، شوفوا قصه المواقف دي داخل مدينه ابشاوي، نتمنى سرعه الاستجابه لحل تلك المشكله، لان هم صوتنا داخل الدوله. نعم. طيب ده بالنسبة للموقف في البداية. الحاج عصام طبعا هو من الشخصيات المحبوبة جدا، هو بيقعد مع الناس او شايف الوضع في الشارع او شايف الدنيا، فهو بيتكلم بيطالب بسرعة الاستجابة ان يكون في موقف ثابت في مركز ابشاوي، وبإذن الله تعالى وصلنا الصوت حضرتك، وباذن الله تعالى هيكون في موقف ثابت في عجاله في مركز ابشاوي. يا ريت ونذكرك بذلك باذن الله تعالى، خاصه ان الدوله بتعمل على مساعده المواطنين، يعني اهم حاجه عندهم هو الشغل الشاغل هو المواطن. طبعا. تمام. طيب حضرتك برضو عايزين نتكلم على موضوع الري، ايه مشكله الري عندكم؟ من حوالي 20 يوم بالظبط انا طبعا كنت صورت مقطع فيديو وبعته للساده المسؤولين، لان لقيت طبعا ميه الري بتاع مقطع الفيديو مقطع الفيديو كنت اتمنى طبعا ان هم يعاقبوا اللي ارتكبوا الجريمه دي. مين اللي بيرتكب الجريمه اللي هي يلقي المخلفات والقمامه والحاجات في الميه الجاريه؟ طبعا البيوت اللي هي موجوده على ايه، على المجرى المائي، سلوك مواطنين، سلوك مواطنين، بس انت كمسؤول تعاقب. نعم، في مثل بيقول لك اضرب المربوط يخاف السايب. اعمل يا عم محضر مخالفه للي بيخالف الكلام ده، بالاضافه للصرف الصحي اللي سايب على مجرى البحر. نعم. من المواطنين. النبي انهى عن الكلام ده. انت كده صلى عليه الصلاه والسلام، شوف يا استاذ صلاح، بيشرب من البحر المجرى النيلي ده، المجرى المائي، بيشرب منه حيوانات، بيشرب منه نباتات وزراعات، ويشرب منه طيور، دي بتؤدي لامراض كتيره زي الفشل الكبدي وزي التهاب الكبدي الوبائي، والدوله بتعالج الموضوع ده. يعني الدوله بتعالج الامراض ده، انت بتزود عبء على الدوله. عاقب المخالف. نظره، لا احنا عاوزين نظره لمياه المجرى النيلي في مدينه ابشاوي، بل في الفيوم بالاكمل، بالفيوم بالكامل، عاوزين نظره، خدت بالك، ومعاقبه كل من يخالف بالقاء قمامه او القاء اي مخلفات داخل المجرى النيلي. اذا وصلت الرساله الرئيس عصام الصوفي. طبعا هو بيتكلم بالنسبه للمجرى المائي وطبعا وانتشار الامراض والفشل الكلوي، في ظل ان الدوله بتعمل على قدم وساق لعلاج
هؤلاء المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي وبعض الأمراض. فطبعا هنا سلوك المواطنين ان انت النهاردة بترمي مخلفات في المجرى المائي، فبناء عليه يجب على المسؤول اللي موجود سواء رئيس مدينة او محافظ او يفعل جهاز البيئة، وكيل وزارة ري او مدير عام للري او رئيس الوحدة او رئيس الحي، نتمنى ان انت تتخذ اقصى العقوبة مع المواطن اللي هو المخالف، على سبيل ان انت النهاردة لما تعاقب واحد الاخرون هيخافوا ان هم يرموا مثلا مخلفات في المجرى المائي. فطبعا انت كده بتكون كده العبء على الدولة، ان انت النهاردة هم يعني احنا عايزين نطلع للامام، انت كده بترجعنا للخلف. ده وجهة نظر طبعا، وتطهير الابحر وتطهير المصارف داخل الفيوم تمام. دي بتخلي الفلاح لا مؤاخذة يعني في الله يجد المياه ما بتصلش للفلاح، لان طبعا خلاص الابحر تردمت مخلفات وحاجات كتيرة طبعا رصبت داخل البحر او الترعة او المصرف. نعم. تطهير، احنا عاوزين التطهير. وبالاضافة كمان انا عاوز اتكلم على محطات الصرف الصحي اللي سايبة المية، سايبة المية مية الصرف حتى مية مش معالجة، سايباها في مجرى النيل وسايباها برضو على بحيرة قارون. يعني محطة ابو شنب، في فيديو انا برضو مصوره، محطة ابو شنب سايبة مجرى الصرف الصحي على المصرف العمومي الخاص بابو شنب، والناس بتسقي منه الفلاحين، خدت بالك؟ وبالاضافه محطه العجميين برضو كذلك سايبه برضو المجرى بتاع الصرف الصحي على المصرف العمومي، بيسقي منه اهل النصريه واهل طبهار واهل العجميين. وطبعا ميه الصرف الصحي بتنقل امراض كتيره عن طريق الزرع وعن طريق شرب الحيوانات الميه دي، تنقل امراض كتيره، والدوله طبعا بتعالج الامراض دي. اصبح بقى في عبء. تمام. يعني اذا المشكلة ان طبعا موضوع التلوث اللي بيحصل في مجرى النيل، وطبعا الجميع يعلم ان بحيرة قارون دي من كان اللي هو الاماكن السياحية بمحافظة الفيوم، ان موضوع المخلفات وموضوع الامراض المنتشرة، طبعا الحاج عصام الصوفي بيتكلم على ذلك الامر. نتمنى سرعة الاستجابة لمطالب الحاج عصام الصوفي. الحاج عصام الصوفي طبعا لنا معاه أكتر من لقاء، وإن شاء الله تعالى في لقاء كامل متكامل الحاج عصام الصوفي هيتكلم على مشاكل عامة بمركز ومدينة أبشواي. احنا لو قعدنا نتكلم، الله يبارك لك، لو قعدنا نتكلم على مشاكل هنقعد نتكلم سنين. بنشكرك. احنا عاوزين سرعة الاستجابة وسرعة القضاء على السلبيات الموجوده. بنشكرك الرئيس عصام الصوفي. الله يخليك يا استاذ صديق البرنامج، ربنا يبارك فيك. اخ عزيز، طبعا نظرا لضيق الوقت لقاء حضرتك محتاج ساعات، ولكن نظرا لضيق الوقت بنشكرك الحاج عصام الصوفي. الله يبارك لك يا استاذ. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نشكركم لحسن استماعكم. ان احسنت فمن الله وان اسات فمن نفس والشيطان. شكرا لكم لحسن استماعكم، تابعونا يوم الخميس باذن الله الساعه 10 مساء. شكرا لكم.